لونتين لي زوديتور. نرجع عند السي عبد الرحيم الوزير الممثل الشخصي للرئيس عبد الله اكرم باش يقول لنا بالنسبه لك شنو هما مواطن الفخر ديال عبد الله اكرم في الست سنوات ديال الرئاسه. اولا الفخر الكبير هو انه ترأس للفريق الوداد، هذا فخر يعني لا يضاهيه اي فخر. ثانيا كنقول بلي التسيير ديال الفريق من يعني كره القدم في مستوى فريق الوداد ما نشوفوش بانه غير هي كره كتلعب على واحد المستطيل اخضر ب 22 لاعب، لا كذلك كاين التسيير اليومي وكاين التسيير ديال الاداري ديال الفريق. هاد التسيير هذا السي عبد الاله المكتب المسير الحالي حل المشكل ديال الضمان الاجتماعي اللي كان تراكم مده 25 سنه قبل ما يجي عبد الاله اكرم، اللي الديون ديالو كانت وصلت مليار و300 مليون، خلصها من ماليه الوداد، وهذه نجاعه في السير. كاين عنده مشكل ديال البنك الشعبي اللي كان محتضن وكان عنده مشاكل معاه. اذا سمحتي لي خليك باش نقول للناس بانهم كلهم يتصلوا بنا عبر الارقام العاديه ما قلتهاش اليوم 0522 226 226 0522 226 225 او 0529 410 باش يتكلموا على المشاكل على الوداد، وتفضل باش يتصلوا بنا الجماهير الوداد. تفضل. قلت علاوه على الضمان الاجتماعي والتراكمات ديالو اللي كانت وصلت مليار و300 مليون اللي تم تسديدها مع المكتب الحالي، كان هناك المشكل وكيعرفوه الناس اللي سيروا الوداد ديال البنك الشعبي اللي كان كيسال مليار و200 مليون، حتى هو تم تسديده خلال الفتره ديال المكتب الحالي، علاوه على الاستثمارات اللي تمت داخل البنيه التحتيه ديال الوداد، منها مركز التكوين بناؤه وتجهيزه، منها ثلاثه ديال الملاعب بالعشب الاصطناعي، منها جوج حافلات زائد الحافله اللي عطات الوزاره والجامعه، منها كذلك بناء جوج ديال المساجد لان ما يمكنش يديروا مسجد ديال العيون ديال الرجال في مكان واحد، منها كذلك تنميه الموارد ديال المدرسه ديال الوداد اللي ارتفعت ب 10%، منها كذلك في الازمه الاقتصاديه اللي كيعيشها المغرب بموازاه مع اللي كيعيش العالم، هناك ارتفاع رواتب ديال الوداد تم رفعها. على ذكر المدرسه بزاف الناس يؤاخذون بان ان الفريق الصغار اقل من 15 سنه الفريق الوحيد اللي تاهل للنصف النهائي في قلب مراكش الاسبوع الماضي رجع للدار البيضاء ولا احد كان في استقباله، هذا واحد محب ولادي اللي طرح الناس السؤال. لا ابدا، كانوا الناس في الناس ديال الاداره كانوا في استقبالهم، الا ما مشاوش للجماهير هذا راه ماشي مسؤوليه ديال الفريق المسير، اما فريق المسير كان في استقبال الاطفال ديالو وكانت العنايه وكانت المرافقه خلال الالعاب، اما الا ما مشاش الجمهور وما داروش طباج هذاك شغله. هذا الجمهور دائما ملي كتوصل المسائل المعقوله كيغيب. الان حنا كنناقشوا هذا المشكل هذا، انا دابا اللي حدي مازال ما تسالش معك السي اسامه علاش هاد الناس الويرج ما جاوش اليوم. نعم. بعثوا بالسيموميل انه يمثلوا عند المكتب ديال الوداد ونكروه في الاخير، قالوا لا يمثلنا، والان انت قلت لي انا جيت هنا على اساس باش انني نكون مع واحد من الاخوان ديال الوينرز. وانا كنعرفو لانني سبق لي اشتغلت معاهم وكنعرفو وعلاش ما جاوش؟ علاش الا كانوا غادي يضربوا غير من خارج الحائط. نشوفوا اول تدخل معنا السي فيصل من الدار البيضاء. اهلا بك سي فيصل. اهلا سي اسامه، مرحبا بالضيوف. مرحبا سي فيصل، تفضل. سي اسامه بغيت نتكلم على ازمه الوداد. مرحبا، هذا هو الموضوع ديالنا. الازمه حاول شويه تفضل. خصوصا هذا العام كتنقاسم 50% كيتحملها سي بدو الزاكي، 25% كيتحملها السي الرائي في المكتب ديالو، 25% كيتحملوها اللعابه. شيء عادي هذا، هي ازمه فيها 50% قلت لك الزاكي 50% هو اللي ضيع عندنا اللقطات. دونك المشكل الوداد هو مشكل اللقطات، هو مشكل النتائج. هو مشكل اللقطات، مشكل النتائج، الناس كتخسروا فلوس وكنا طامحين والناس كتمنى بس اللقطات. حيت انا اللقب بالنسبه لي اللقب دايره عندنا في بدو الزاكي، علاش الانتدابات هو اللي دارها، البريباراسيون في مراكش هو اللي دارها، الاختيارات ديالو واللعابه هما كيتحملوا المسؤوليه، علاش؟ لان ما مخلصينش ما نلعبوش، ما يمكنش ما نخلص، هما الدراري ديال الباسكيت ما مخلصينش 10 الماتشات هما الاولين وكيموتوا، وكتشي الجمهور كيفاش كيموت معاهم. ونتكلم على السي اكرم. تفضل حاول تكون مقتضبة السي خير في السي فيصل، لان كاين الناس تابعينك من بعد. بالنسبه لاكرم، حنا اكرم علاش هذا العام بغينا باش حيت هذا العام ما حسيناش عندنا سند، عندنا الظهر ديالنا، هذا العام ما كنحسوش به، ما دواش علينا على التشكيل، ما دواش علينا على البرمجه. شكرا. نعم. شكرا.
ما كنحسوش عندنا مكتب متسير وواقف جنب الوداد والتاريخ ديالها وهادي. شكرا. داكشي بعاه في المكتب المتسير. شكرا بزاف سي فيصل. نخلي السي عبد الرحيم الوزيري يجاوبك على القضيه الاخيره اللي تتعلق باكرم. قال لك ما تيحسوش براسهم يعني يعني مصانين من طرف الجامعه. تظن جاوبت على السؤال. هذا جاوبني عليه قبيله، فان المهام ديال عبد الاله اكرم كنائب رئيس في الجامعه هي مهام محدده اللي يحددها القانون. مهام وطني، مهام وطني قبل بالضبط. وهذا هو نفس الشيء بالنسبه للنائب الرئيس الثاني اللي هو غلام، ما يمكنش نقول بانه نمشيو عند او غيبي كيخدم اسفي او حال من نمشي عند هشام الضربيضه. انا بك هشام. الو السلام عليكم. تحيه. تفضل هشام. مرحبا سيدي. اولا بس نعرف راسي انك جمهور الوداد، ما الترا ما جمعيه ما شي حاجه، انا محب فقط للوداد البيضاوي. محب انفرادي. محب انفرادي. كنخلص التيكي ديالي عندي لاكارت دابورمون، كندخل للتيران كنخرج ما كنعرف لا رئيس لا لعاب لا والو. إذا بغينا نهضروا على أزمة الوداد، أول سؤال غنطرح على هاد الناس اللي معاك بعدا، شنو اللي مخلى أن السي أكرم يزيد يحضر معاك؟ حنا شفنا منين كانت الأزمة في فريق الرجاء البيضاء وجا السي حناس وشرح لهم أسباب الأزمة، هذا دليل على أن السيد أكرم ماشي قد المستوى ديال فريق الوداد البيضاوي، ما عندوش الروح ديال الخطاب أنه يخاطب جمهور الوداد البيضاوي والفعالية ديال فريق الوداد البيضاوي. الناس اللي كيعيط اللي كيقول لك التسيير، غنهضروا على التسيير بجميع النواحي. واش اثنين السيد اللي كيقول لك ويلا عندنا بطا عندنا بطولة وكذا لي فينال، واش عمر فين عمر لي فينال كيتعتبروا ان بالماريز؟ راه الناس كيهضروا على الالقاب، واش لقب اثنين واش بالنسبة للوداد البيضاوي واش نتيجة ايجابية؟ كيقول حنا في لي نورم ديال الفريق ضعيف ماشي ديال فريق الوداد البيضاوي. واش اثنين يلا دينا لقب كيقول لك الا جينا نحسبوا للسي اكرم، واش هاد السي اكرم اللي كينعت الجمهور ديالو معقبة الصفات، واش هذا رئيس ديال فريق الوداد البيضاوي؟ واش فين غنحطو من سي مخوار؟ هذا الانسان اللي كان اللي الناس عايروه في المحمديه وكيقول لهم هذوك لا ولادي هذوك اللي عايروني. سي اكرم فوق ما كينوض ليه شي واحد كينتقد سي اكرم، فهو اما كيدخلوا الحبس اما كينتقدوا اما كيقول لك لا هذا هادو ديال الفراسه، اما هذا كيقول قرقاب، اما كيقول لك هذو المسائل اللي ما خصهاش تقال بالنسبه لجمهور الوداد. نخلي السي الوزيري يجاوبك. سي هشام شكرا. تفضل السي الوزيري. تحيه للاخ. اولا انا كنحييك على واحده نقطه مهمه قلتها، وانك حامل لبطاقه الاشتراك في الوداد وانا احييك. لماذا علاش كنحييك هذه المساله؟ لان لعلمك بانه جماهير العريضه الوداد ومنها الوينرز اللي انا كان في النبارات السعوديه كنعرف بانك وينرزي، كنقول لكم بانكم انتم العدد ديالكم 899. هو قال لك هو ماشي وينرز. انا اقول هذا التعبير ديالي وهذا حالي يا اخي. اسمع خليني ما بقاش هو في الخط باش يجاوبك. لا يمكن نعيد مره اخرى. انا كنقول بانه هذا حريه التعبير. انا كما وصف هو الرئيس، انا اختي نصوص. قال لك علاش الرئيس ما جاش هنا؟ انا شنو جاي ندير هنا؟ جاي نأتت المكان. انا ماشي علاش جاي؟ انا جاي باش لا ماشيش هذا من جهه. من جهه ثانيه كتقول لي الله يخليك لي بيرفورمانس، انا النهايه ماشي لقب. انا متفق معك. الزاكي في 2004 مره ما جابش كاس افريقيا واحتفل به المغرب كامل، وكتبقى في السيفي ديالو بانه لعاب النهايه. النهايه حتى هي راها ان بيرفورمانس، ان جروند بيرفورمانس. اللي بغى يفهمها يفهمها، اللي ما بغاش يفهمها كاع اللي يفهمها. اما فيما يخص ولقب في السنين لقب ست سنين. لا لان نحن قبيله تكلمنا مع السي مكور على هذه المساله بان خلال ست سنين كاين لقب وكاين ثلاثه ديال النهايات. لا والنهايه ملي كنلعبوا وفي 20 عام كاين جوج القاب فقط. وفي النهايه ملي كنمشيو نلعبوا النهايه ضروري واحد كيخصو يكون منتصر. نعم. راه ما يمكنش نلعبوا انا والرجاء والرجاء نغلبوا انا والرجاء بجوج. نعم. معنا السي عبد الرفيق من جديده. اهلا بك سي عبد الرفيق. السي عبد الرفيق ما بقاش معنا على الخط. معنا دائما سي بركيران من كندا. اهلا بك سي محمد. الو سي محمد. سي اسامه صباح الخير. تفضل. تاتي عندكم في كندا عاد 8 الصباح. وي سيدي عجبتكم هذه 8 الصباح. واش عندك شي تدخل سي محمد فيما يخص الازمه بين قوسين اللي كاينه حاليا في الوداد؟ سي اسامه انا الحاجه الوحيده اللي عندي منقول وهي هذا العتاب الناس اللي كيعاتبوا الرئيس القوي. بغيت نعرف غير شنو هذا الرئيس واش خلى شي حق ما داروش في الوداد. اللعابه المخيرين جابوهم من الوداد، مونتيرون المخير جابوه للوداد، لوطيرات المخير كيجلسوا فيهم، البريمات الصحاح البريمات الكبار كياخذوا من اللعابه الوداد. ما فهمتش انا واش اشنو الناس كيعاتبوا الرئيس، اشنو الرئيس اللي ما دارش؟ هادشي اللي بغينا نفهموا حنايا. وبالنسبه لك علاش هاد النتائج ما تبعاتش؟ شنو الخلل؟ جوستومون واش لا لي كل الوداد ما ضيعتش نقطه حتى في الدار البيضاء.
نقطه واحده ما ضيعتها الضامده الو فروتو بدينا كنشوفوا هاد الهزائم بحال هكا دونك هي كيك شوز كي كلوش ماشي 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 عادي ماشي عادي وانا اصيو كنعاتب الجمهور ثاني ديال القتال الجمهور تيتحد مع الفرقه ماشي ني تكون كتربح ملي كنت كتربح وانا فاضل زواج الجمهور دابا ني كاين مشاكل اللي خص الجمهور يتجمعوا مع الفرقه بالنسبه للسي محمد بالنسبه للسيده مكوار قال لك المشاكل ديال الاياب حيت اللعابه ما مخلصينش واش قبل بعد السي عبد الفتاح مكوار كان 13 14 بريم ما كياخذوش اللعابه حنا عشنا هادشي 13 14 بريم اللعابه ما مخلصينش وكيلعبوا وكيتخاصوا على الثوني وكيربحوا الوغ دابا الا 3 خو وبالنسبه لسي محمد بكيران الو ما بقاش بالنسبه للناس يقول لك بان الناس اكرم رد خوصصه للجمهور العام للولاد وبان الناس الموالين اللي هما فقط اللي بقاو اديرو ولا منخرطين والاخرين تم الاقصاء ديالهم بشكل او بشكل اخر شكرا لك الجواب على هذا لا هادشي ما كان هادشي الوداد راه ما اكثر ما كاينش على الوداد الفيسبوك وهادشي ديال العولمه ما دخلش على الوداد بزاف لا اي واحد كيكتب نيمبورت كوا والناس كيتبعوه نعم فهمتي هادشي راه سي سي تخوا هادشي اللي وقع للوداد اي بورتون الوداد راه غادي تكلاسي ثروزيام سي با لا فان دو موند تفضل سي رضا خليك معنا سي محمد تفضل سي رضا لا ديفيرونس اللي كانت سي اسامه سي كو سي محمد سي محمد كيداير لاباس عليك كلشي بخير قلت لك لا ديفيرونس اللي كانت سكو كانوا تيتسالوا ايفيكتيفمون 12 13 بريم ولكن تيسالي العام كانوا تيتخلصوا اليوم في الوداد مازال تنسمع اللعابه مازال ما مخلصينش في لا بريم دو لا تريد دافريك ديال هادي عامين ومازال ديال داك العام شوز كي ني با نورمال هادي خطاك سي رضا هادي خطاك دابا سي بيغ انكور دابا اللاعب عنده كونترا Mais il n'est pas payé, il y a encore des primes de signature de l'année dernière. Si tu ne me trouves pas, la fédération va être C'est vrai. La fédération va être il y a un contrat. Mais tu ne c'est la fédération. Il n'y avait pas de contrat. Ou quand tu te Le joueur il est automatiquement payé d'abord. Mais Zeman, il n'y avait pas de contrat, quand tu te aujourd'hui, ils ont des contrats, ils vont payer difficilement. تفضل سي سعيد خليك معنا سي تفضل سي سعيد انا في الحقيقه متفق مع ستيفن كيران لانه زمان كانت الهوايه وكان ولد البريم تقولوا 13 بريم ما تخلصوش راه 3000 درهم ولا 2500 درهم الان الناس كتخلص راه الكونترا بروفيسيونيل راه فيها 12000 درهم بما انه ما متفقش مع اللعبه في القضيه وعنده كونترا ما مش الا ما تخلصش يمشي للمحكمه تخلص ما متفقش مع اللعبه في القضيه انا ما متفقش مع اللعبه في القضيه دي شكرا جزيلا سي محمد كيران مباشره من موريا شكرا جزيلا سي محمد نمشي عند رشيد من الدار البيضاء يكون اخر مدخل معنا اليوم رشيد من الدار البيضاء اهلا بك اهلا اخ اسامه تحيه لك وتحيه للضيوف اللي معك اولا الله يرحم الناس كبار تيرجيكو وبن جلول والحاج عبد الرزاق مكوار كل واحد كي التاريخ ديالو هو اللي غيبقى يدوي عليه وغتبقى الاجيال تهضر عليه انا بغيت نعرف السؤال هو شحال بغى يبقى الرئيس الوداد هذا هو السؤال العريض شحال بغى خليك معايا نعطيو السي رحيم الوزيري جاب السؤال شحال بغى يبقى رئيس الوداد غادي يبقى مادام ان الديمقراطيه كتطلعوا للرئاسه مادام ان الديمقراطيه هي اللي غتقرر انها تنحيه على الرئاسه فان ذاك رغما عن انفه هو انه غيتنحى اما ديمقراطيا هو رئيس غادي يبقى رئيس ومشي الشارع هو اللي غادي يجي يطيحه ومشي كلمه ارحال هي اللي غادي يطيحه ومشي الناس الماجورين اللي كيهزوا الصور او كيهزوا هذه اللافتات بحال هكا هما اللي غادي يغيروا الاشياء في المغرب وهذا من العيب لان نحن نضربوا في صميم الديمقراطيه التي يطمح الى الدستور الحالي في هذه المملكه تفضل رشيد شنو الديمقراطيه كتحدث عليها الاخ وانت ديمقراطيه ديال 40 منخرط في الوداد والجمعه عامه كتمر في ربع ساعه في التصفيق الديمقراطيه هذه عندكم نتوما اللي كتدويو عليها دابا بهذه الطريقه هذه شوف اخويا هذا الرئيس كيقول بانه الا مشى دوكاستر انا غنمشي فرحات ديالو راه باقا كاينه ما مشاش مشى دوكاستر وما مشاش هذا الرئيس كيجيب مدربين جميع المدربين جابهم وما نجحش كيجيب لاعبين باش يسكت الجمهور وهذه الطريقه عرفناها وما مشاش ما رايك في المدرب الزكي هو اللي جاب الزكي ما رايك في الزكي الله يخليك اعطيني الراي ديالك في الزكي الزكي مدرب شوف الزكي بلا ما تبقاو تمسحوا في الزكي راه كيتحمل المسؤوليه الزكي ماشي هو اللي جا النهار الاول الزكي حنا كلمه تمسحوا بعد اولا انت اللي استعملتيها احنا ما استعملناهاش اشريف ولو مستوى اللغه ديالنا ماشي مستوى ديال المسيح اعطيني شي مستوى راكي عليها هكا ونجاوبك شوف اخويا شوف انت جيتي باش تدوي على اكرم انا جيت كنتكلم على رئيس الوداد ماشي اكرم رئيس الوداد رئيس المكتب المسير للوداد باش تسمي الاشياء بمسمياتها تفضل اكرم رئيس ديال الوداد حنا انا نتلاقى مع اكرم في الزنقه ما عنديش معاه مشكل انا كندوي على رئيس ديال الوداد انا كنمثل رئيس الوداد الجمهور ديال الوداد
نتوما ما كتبغوش تقبلوا النقد وبنادم يمشي معكم في داك الشيء اللي بغيتو نتوما باش يكون صاحبكم. اجي وسيدي نخرطوا في هذا الوداد وغيروا المسائل من الداخل. الثورات الناجحه هي التي تهيئت التي قام بها افرادها من الداخل، اما من الخارج فالثورات الفقائيه. خليك كمل عاد جاوب استاذ. خويا تنكمل عاد الدوي. تفضل يا رشيد. لا خليك خويا رئيس كيقول المدرب عطي مثال فخ الدير شي جاب بطوله جا بدلو مشى فاسفو المسيره رجع جابوا عاوتاني اهلوا لدور المجموعات كيحيدوا شنو هذه ماشي ارتجاء هذا يعطيك مدرب واحد جاب مدرب برازيلي في الاول حيدوا جاب مدرب اسباني حيدوا جاب مدرب ايطالي وفرنسي في السوق جميع المدارس الكرويه جابها جاب 80 لاعب نفطر شوف كثير عشوائي كيتحمل المسؤوليه ديالو وما عندوش الطريقه باش يخرج بين اليوم البارح بين البارح واليوم كيخرج بانه هبط الثمن الخيرات وقادر نهبطوا ل 2500 بين عشيه وضحك يرجع في القرار ديالو كيقول بانه الثمن غيبقى في الثمن ديالو الاول. هادشي راه هادشي شوف هادي راه ولات انا بغيت نفهموا واش هذا الرئيس غيبقى في الوداد مدى الحياه؟ هذا هو السؤال. وحب الوداد اصبح جريمه واللي كيدوي على الوداد كيتلقى تهديدات واللي كيدوي على الوداد كيولي غيمشي للحبس. هادشي راه خطير وخطير جدا. التصريحات اللي ناريه هذوك اللي كيخرجوا راه متظاهرين قرقوبي هذوك اللي كيخرجوا راه جراثيم هذا من انتم التصريحات هذو راه خصني تتابع عليهم قضائيا. سي رشيد تخليه يجاوب ما جاوبوش انت دابا احترمك خلاك تكون اللي بغيتي دابا يجاوبك وانت بلا ما تدخل في وسط الكلام ديالو. شكرا. مرحبا خويا مرحبا. تفضل سي ابراهيم. اولا تكلمتي على ان هذا الرئيس واش غادي يبقى المهدي راه جاوبنا عليها قبيله. هو انا كاينه ديمقراطيه وداخل الوداد ديمقراطيه يجب ان تفعل. جاوبت عليها وخلاص هذا الموضوع انتهينا منه. الوصف ديالو بانه كتقول بانه وصف نقض عهده، انا قلنا نعم نقض عهده لانه الممثل الانصار ديال الوداد او الوينرز اللي كنتكلموا عليهم الان صيفطوا السي موميل ممثلا عنه في الاجتماع اللي كانت فيه فعاليات وداديه وما كانش الرئيس، كانت فعاليات وداديه اخرى، واللي عندهم نيه حسنه انهم يحلوا هذا المشكله الاشكال هذا، واتفقوا على الشيء اللي قلتي الان، ولكن من ضمن الاشياء اللي اتفقوا عليها اللي ما قلتيش هو انه يجب الكف على اولا السب والقذف في شخص عبد الاله اكرم في اعراضه في اسرته في حياته في 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 في, في, في نخوته اصلا كرجل لانه وصفته باشياء ما فيهاش الرجوله. واتفقوا على هذه المساله هذه، ولكن ملي غادي يمشيو يوقفوا 500 ناس او 200 او 300 ولا 400 ناس يمشيو قدام بن جلون مره ثانيه من بعد ذاك الاجتماع هذاك ويهزوا لافتات ويسبوا، اذا شكون اللي خلي من نقض وعده؟ هما الجماهير ديال الوداد هي اللي ما التزمتش بالاتفاق ديالهم. تفضل جماهير تاع الوينرز هما اللي نقضوا الوعد ديالهم. وانا ذاك كل ما بني على باطل اصبح باطل، فانه انتم اخليتوه باتفاق حتى هو غادي يخل به. اما فيما يخص الاعتقال من الاعتقال القول بانك جراثيم انا جاي ليها فيما يخص الاعتقال او الوصف ديالهم جراثيم راه ماشي هو اللي يوصفهم بالجراثيم ماشي هو اللي راه الجراثيم جايه بالمصطلح هذا جايه من داخل الوينرز. الله يخليك انا بغيت نسولك واش كتعرف سي واحد المسمى امزل الحسن؟ امزل الحسن هذا الا ما كتعرفوش هو سميتو سقندح. هاد السقندح هذا هنا قدامي عندي انا محضر الاستماع ديالو عند الشرطه القضائيه اللي بموجبه تمت احالته على النيابه العامه وتمت مؤاخذته في المعترف المحكمه وادين بثلاث شهور حبسا. كيقول اؤكد لكم ان المسمى يوسف هو صاحب الفكره الاطاحه بالرئيس لرئيس نادي وهو من قام بتحريضنا على ذلك كما انه هو من يتكلف بمصاريف المصاريف اللازمه. وكاين طرف اخر كيقول اثناء قيامي باعمال الشغب فقد كان الى جانبي كل من السي الملقب بحلوفه وكان في حاله سكر وكذا زريقه وكان مخمورا. هذا محضر. انا الحال الان كنقول هذا السيد هذا كنكتشف بان الاسم ديال يوسف موميل جا هنا في هذا المحضر وجاء ليمثل الوينرز بالنظره اللي ديريتي واش بغيت تقول بان شي مشخص؟ لا 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 النظره اللي ديريتي بالمسطره الجنائيه انا اتساءل ومعنا محامي ها هو هنا علاش هذا السي يوسف مومن لم يتم الاستماع اليه من طرف المحكمه من طرف النيابه العامه؟ هذا موضوع اخر. سي رشيد لا سي رشيد الو يمكن نهيتي المداخله ديالك سي رشيد؟ الو واش نهيتي التدخل ديالك سي رشيد؟ ما كنسمعكمش مزيان ولكن كنتو كتسمعوني انا غندوي. لا ولا لا لا عندك واحد 20 ثانية ونهيو. شوف التصريح اللي قال الأخ دابا بأن سقندح عنده شي تسجيل ديال هادشي عنده شي أدلة عنده يحضر بحضر عنده يحضر بحضر. شوف أخويا شوف أنا هضرت مع سقندح كاين فيه هادشي يمكن لكم تعيطوا ليه وتسمعوه.
هادشي راه سالت كتبوه سالت خرجوه وتخرجوا الجمهور وتبداو كما كان الحال السقندح يا كتسمعنا فعنده حق الرد ما يمكنش سمح لي سي وزاد سمح لي سي رشيد التدخل ديالك بغيت ندخل دابا باللي واحد التشخيص ديال هذا المشكل ما بين جوج ديال الوداد والوينرز دابا ولكن دخلنا في واحد الطريق اللي ماشي مزيان هو نتاع ولا اللي جاي من الوينرز باطل اللي جاي من الوينرز باطل لا في الوينرز دابا اش كنديروا دابا شنو درنا بهذوك 3% ولا 2% الخايبين ديال الوينرز عممنا على الوينرز كاملين لا عندهم افكار الوينرز عندهم دي زيدي اي فولي زيكوتي ولا قلناش هادشي لا 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 ابدا بدايه احنا ما قلناش هادشي الله يخليك انا نذكر الكلام ديالي انا راني رفعت من مستوى الوداد ملي قلت بان فعلا حنا الوينرز عنده كيقوموا باحتفاليه عن طريق تيفو عن طريق اناشيد راه عندهم دور كبير الوينرز راه في اقليم سعيد بوزرده هو اللي عنده الحق كلمه دابا ودو دوره باش نهيو الحلقه عجبني كلام تاع السي رشيد تكلم فيه على ضروره الديمقراطيه وكذا وفعلا الديمقراطيه خاصها تكون في كل شيء حتى في الوينرز حتى في الوينرز خاصها تكون ديمقراطيه هذا الكلام اللي كاين في محاضر تاع الضابطه القضائيه ولهذا المحضر هذا محضر صحيح لانه وقعوا سي سقنداح وبصم فيه وسي نافي وكتب سميتو فيه هذا الشيء اللي كيطرى بحال هكا يجي واحد ويقول لعباد الله اجي وانا غنمولكم نطيحوا بالرئيس راه كاين اللي غيعطينا الفلوس هذا الشيء هذا راه ديمقراطيه ما والو الا شي واحد كيطالب ديمقراطيه خاصو يكون ديمقراطي هذا الوينرز لحد الان كما انا الاخ تكلم قال بان الا كانوا شي وحدين خايبين في الوينرز كاينين شي وحدين خايبين في الوينرز هما اللي جارين عباد الله الزوينين فبالتالي خاص واش كاينه ديمقراطيه في الوينرز ولا لا واش هاد الناس جمعوا بمعايير موضوعيه وخرجوا بهذا القرار شكرا نقطه اخرى سي اسامه هي الاخرى الله يجزيك بخير بزربه يعني قال السي عبد الرحيم قال بانه شي واحد سميته هذا والبوليس خدمتهم لا ابدا انا بحكم انني بجهاز القضاء بجهاز العدالة البوليس داروا خدمتهم وانا اعتقد بان دوك الناس اللي تذكروا 100% كاينه في حقهم متكاتبه وفي وقت من الاوقات غيتقبض عليهم القبض شكرا اخي كريم نديروا الدور تفضل سي العمراني باقتضاب باش ننهيو الفقره باقتضاب انا كنظن على ان البيت الودادي خاصو الصدع وخاصو يجلسوا ويعرفوا فين كاين مصلحه الوداد اولا وقبل كل شيء لان الى بقات المسائل كلها مشخصه فالخاسر الوحيد هو الوداد انا غنهضر ان طونك رجاوي انا بالنسبه لي الدار البيضاء تستاهل جوج الفرق كبار وهاد المرحله اللي كدوز منها الوداد راه دازت منها حتى الرجاء و خص الفرق بجوج داكشي اللي هضرنا عليه كامل تاع لا بون غوفيرنونس الحكمه الجيده الديمقراطيه العلاقه ما بين عاليات كاملين جو بونس كون انكور لوين و يا دي انكور بول انا كانت تبين لي بان الوضع يعني وضع استراتيجي يعني مشاكل حقيقيه اللي تتبين لي اليوم بان تشخيص مش خاصه بزاف ما بين الوينرز وهذا انا اللي تنعقل عليه هي السي اكرم هذه 4 سنين ولا شي حاجه طلعوه باقي نعقل على المصطلح اللي كانوا تيقولوا اكراموفيتش هو جا باش يعتقنا لا يجي بلاصتو تا هو يطرى لا ميم شوز عاوتاني دون 2-3 ans يعني هذا الشيء كفى من هذا يعني الا كنا نذكروا على مسائل اللي هي استراتيجيه على واحد المنظر على واحد استراتيجيه واخا ولكن كيفيه كي مشات اليوم ماشي واحد فعلا سي اسامه انا كنتفق بان كاين الان واحد الازمه في الوداد انا عجبني واحد تدخل تاع السي فيصل الدار البيضاء اللي بدا تيشخص قال 50% هذا 20% هذا 25% هذا انا تنقول انا هاد الفكره كان مزيان غنقولوا 50% الرئيس والمكتب 20% الرئيس والمكتب 20% المدربين واللاعبين 20% الجامعه 20% الحكام و20% الجمهور وخاصة نجمعوا نعرفوا فين كاين المشكل بالضبط نجمعوا كامل نعرفوا المشكل فين سي دابكوار انا اعتقد على ان سي الى كان سي اكرم وصل لهذه الحاله هذه سي اكوز لا موفيل جيستيون اوجوردي الى اون سوليسيون سي دو دوفرير لي اديزيون ونخرطوا عباد الله في الوداد اي يبوز ان بروجي و يسير كونفانك لي جون بار لو بروجي كي با ديبوزي ديك الساعه غادي نخرطوا عليه ولا يمشي بحال شكرا اخي كريم السلام عليكم وزاني نبدا ننتهي من السلام كوار هذا كيما كنرجع بان هذا قرار ماشي قرار ديال الاستوديو ديال الاذاعه او قرار ديال الشريعه هذا قرار ديمقراطيه مع داخليه واللي هما وسع النظر انا بغيت ننهي من الرجاء والرجاء كتعطيني واحد المثال حي حاليا على ما يقع في هذه العشوائيه اللي ديال الجماهير الكرويه بالخصوص عبد السي محمد بودريقه وحنا خرجنا من الوداد جاء
ببرنامج والبرنامج ديالو طموح وفيه استثمارات كبيره وجاب فريق متجانس واول ما دار حصل على كاس العرش. الان كيطمح باش ياخذ البطوله. البارح وهذه من اسبوع من يومين ناد قام دعوه ضد حياها عنده في الرجاء. واش هذا يعقل ان الراجل اللي جاي استثمر هاد الفلوس هادو كاملين وجاب هاد الجهد ديالو كاملين وهاد النتائج اللي وصل ليها كلها ويخرجوا له حياها؟ هذا ليس بمنطق. الى كانوا هاد الحياه هما اللي غادي يشوفوا. شكرا للجميع، الى اللقاء غدا بحول الله. اهو جبتنا